السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو كيجي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. إذن أصالة عن نفسي أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل التلاميذ والتلميذات الموجودين معي في القناة، لكل الأساتذة والأستاذات اللي معايا في القناة. كنتمنى لكم كل التوفيق، كنتمنى أن هذا العيد يدخل عليكم الصحة والهنا والسلامة، بالنجاح في المسيرة الدراسية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، والنجاح في المسيرة المهنية بالنسبة لكل الأساتذة والأستاذات، الطلبة والطالبات كذلك. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم في هذا الفيديو فقط لكي أبارك لكم بحلول هذا العيد اللي كنتمنى إن شاء الله يكون بخير وعلى خير، واللي يمر في أجواء عائلية مزيانة، واللي كنتمنى من خلاله أنه ربي سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله. بالنسبة للتلاميذ والتلميذات، كنتمنى لكم النجاح والسداد. بالنسبة للتلاميذ اللي باقي متبوعين بالامتحان، الامتحان الجهوي بالنسبة للأولى بكالوريا، الامتحان الوطني بالنسبة للثانية بكالوريا، كنتمنى أنكم تكونوا كتراجعوا مزيان، أنكم تكونوا غاديين مزيان في البريباراسيون ديالكم. بالنسبة للناس ديال الوطني اللي غادي يدوزوا في يوليوز إن شاء الله، ما تدخلعوش ما تدوخوش، مشيو على البروغرام ديالكم اللي دايرينو. كنتمنى أنكم تكونوا كتجدوا وكتجتهدوا باش ان شاء الله تجيبوا نقاط مزيانه في الوطني، وتجيبوا شي نقاط عاليه اللي تخول لكم تدخلوا المدارس عليا ان شاء الله، اللي غادي تخليكم ان شاء الله تكونوا مرتاحين في المسيره الدراسيه وكذلك المسيره المهنيه ديالكم ان شاء الله باذن الله في المستقبل. بالنسبه للناس ديال الاولى بكالوريا المتوعين بالجهوي، باقي لكم واحد المده اللي هي طويله، واحد 3 شهور وشي حاجه، كنتمنى انكم تستغلوها افضل استغلال، وانكم تجدوا وتجتهدوا باش تجيبوا ان شاء الله شي نقطة مزيانة في الجهوي، باش ان شاء الله في الموسم المقبل تكونوا مرتاحين في الوطني، وكذلك تجيبوا مزيان باش تدخلوا ان شاء الله المدارس العليا وتوفقوا ان شاء الله في المسار المهني ديالكم. بالنسبة للمستويات غير الإشهادية، يعني غير الأولى بكالوريا وغير الثانية بكالوريا اللي متبوعين بالامتحان، كنتمنى أنكم ما تضيعوش هذه الفرصة اللي جات بين يديكم. شنو هي هذه الفرصة؟ هو أنه عندكم واحد المتسع ديال الوقت، ما تضيعوش في اللعب، ما تضيعوش في التخربيق، ما تضيعوش غير في النعاس، ضيعوه في شي حاجة غتفيدكم، اللي غادي تنمي القدرات ديالكم إن شاء الله، اللي غتخليكم إن شاء الله تمشيو مزيان في المسيرة الدراسية ديالكم وكذلك في المسيرة المهنية. تحية كذلك للطلبة والطالبات المقبلين والمقبلات على مباريات التعليم، كنتمنى لكم كل التوفيق. كذلك جدوا واجتهدوا إن شاء الله وتبعوا القناة إن شاء الله، غادي نبداو نلوحوا دروس خاصة بهذا الشأن. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى بدوري أنني نكون وفقت في عملية التعليم عن بعد بالنسبة لتلاميذ وتلميذات المستويين الخامس والسادس ابتدائي في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية. كنتمنى كذلك أنني نكون وفقت في مسألة التوجيه بالنسبة للثالثة إعدادي، أولى بكالوريا وثانية بكالوريا. كنتمنى أنني نكون كنفيدكم، واللي اللي حشمنا هادشي كنديروه لوجه الله سبحانه وتعالى. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وما بقى لي إلا نودعكم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، وكنتمنى لكم في الأخير كل التوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله. كنتمنى أنكم تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. خليوا لي التعليقات ديالكم، خليوا لي الاستفسارات ديالكم في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.